بينهم. تفضل معي عبد الله بن دفنه. تعال عبد الله. اروح للضيوف؟ لا تعال معي، انا اوديك للضيوف. شباب، عبد الله بن دفنه بيكون معي. صبر، خلينا جميعكم. عبد الله بن دفنه بيكون معي. جميعكم تناطون الشاشات، عندكم اكثر من 8 شاشات موجوده في محل. اي تابعوا الشاشات. الضيف الجميل اللي راح يكون معانا يا عبد الله، بروح هناك عند الان. تعال معي عبد الله. راح يكون معك يا عبد الله بن دفنه يا قلبي العسل سلطان. نعم. ناظر الشاشه هذيك عبد الله. سلطان نتيجته عندك، او نتيجه سلطان، نتيجه عبد الله عند سلطان. ايش رايك نسمعها؟ يلا يلا اعطونا سلطان. البطل سلطان هو اللي راح يعلن نتيجتك. سلطان حبيبي كيف حالك؟ مبسوط. تحب عبد الله؟ ايوه. عبد الله مبسوط ولا مو مبسوط؟ مبسوط. مبسوط، حلو. طيب انت تجي عبد الله من الامارات؟ ايه. طيب سلطان حبيبي انت وش تقول عبد الله؟ نمني؟ يلا قولي قولي نمني. نمني. قلها قلها يلا قلها. 1 2 3 نمني وهو بخير. سلطان محارب السرطان هو من أعلى نتيجة عبد الله من الإمارات، وأبو إلا أن يشارك معنا في نتائج الشباب. ما عدا عبد الله. عبد الله أنت نمني بصوت سلطان. إيش تقول سلطان يا عبد الله؟ أقول الله يعطيه العافية وإن شاء الله إني بزوره. وين هو؟ في المستشفى بمدينة مكفاة الطبية. إن شاء الله إني أزوره بإذن الواحد الأحد. انا مقدر الشعور يعني تشاهدون يعني محاربي السرطان يوم راح اشارككم في الحلقه. جميع اعلان نتائج من محاربي السرطان في المملكه العربيه السعوديه وبعض الدول العربيه. شكرا عبد الله. تفضل عبد الله. خذ. طيب خذ. طيب كان هذا اول ضيف معانا، سلطان البالغ من عمر 4 سنوات، أحد محاربي السرطان. هذولي أبغى كل واحد فيكم يأنب ضميره اليوم. اليوم خلنا نعيش دور الأب، دور الأم اللي تابعنا. قلت لكم في منهم الأب، في منهم الأم، في منهم الأخ، في منهم الأخت. فعلا الموضوع لازم يكون عندنا روح الشعور اللي يعيشونه هاللحظات محاربي السرطان. يوم قال لي واحد أو 2 3 منهم طبعا يكلموني على الجوال إنهم يشاركون الحلقة، حرصت إنهم هم يعلنون.